ألف لام را، تلك فاتحة بحروف مقطعة. ومعنى حروف مقطعة قلنا زمان أنها تنطق بأسماء الحروف لا بمسميات الحروف. كل حرف له اسم ولكن له مسمى، هذا اسمه أحمد ومسماه الشخص ده. فباء باء اللي بننطقها أو كاء اللي بننطقها كاء لها اسمه، ما اسمها؟ باء. تقول كتب. أنت تنطق باسم بأسماء الحروف أم بمسميات الحروف؟ إنك تنطق بمسميات الحروف، فما بتقولش بكتب كاف تاء باء، لا بتقول كاء. تبقى كاء دي هي المسمى، اسمها ايه؟ كاف. وتاء بتنطقها تاء، اسمها ايه؟ تاء، بس زود تاء مفتوحة، مش كده؟ يبقى اذا كل حرف له اسم وله مسمى، الذي ننطق به المسمى، انما الاسم ما يعرفوش الا المتعلم. ولذلك لما تيجي تختبر واحد يتعلم ولا متعلمش يقول لك كتب، تقول له طب اشتهى الجاهل، يعني ما اسماء الحروف التي نطقتها؟ يقول لك كاف فتحه كاف فتحه تاء، يبقى عارف الاسماء. او كويس قوي. اذا هذا القران المعجز، ولمن معجز؟ للعرب. العرب اللي نبغين في الفصاحه والكلام والبيان، وامه ملهاش عامله له سوق، عامله للكلام سوق، عامله له معرض، زي ما احنا نعمل معارض لتميزاتنا في صناعه، معرض صناعه كذا، معرض صناعه كذا، عشان نعرض فيه. هي عامله للغه معرض، معرض في الاسواق دي، ويدوا جوائز ويعلقوا مش عارف القصيده على الكعبه اذا شغله. ولذلك جاءت المعجزه من جنس ما نبغوا فيه اللي هم شاطرين فيه، لان المعجزه لو جاءت من شيء لم يالفوه لو تعلمنا نجيب احسن منه، لا ادي انتم متعلمين وبتعملوا معارض له، ومعنى معارض يعني ده احسن حاجة عندكم، وتدوا جوائز وتعلقوا على الكعبة، يلا هتقولنا بقى. وافهموا انكم ان عجزتم لم تعجزوا لان القرآن جاي من لغة تانية، لا بلغة العربية بتاعتكم، والمفردات بتاعتها هي مفرداتكم، والمفردات مكونة من الحروف التي تتكون منها كلماتكم. يبقى ايه اللي خلاه معجز؟ لأن المتكلم مختلف، المتكلم مخلوق هناك ولكن المتكلم هنا خالق. فألف لام راء بيقول أدي 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 الخامات بتاعة القرآن، ما جبناش خامات غريبة، أدي الإيه؟ ده بعض ما أمكن أن يلتقطه العلماء من فواتح السور، ولكن الحق أن لله في كلماته أسرار. لله في كلماته أسرار. ولذلك يقول لك منه آيات محكمات واضحة اللي بتحمل الأحكام، لأننا حيترتب على الحكم إن فعلت روح الجنة وإن ما فعلتش روح النار، فلازم تبقى واضحة. منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هو ذا الله، وأخر متشابهات. الله. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يقول لك ودي معناها إيه؟ ويعني إيه ألف لام ميم؟ وإيه يعني أصغر؟ نقول له تعالى بقى، انت عايز تفهم بعقلك كل حاجة؟ عقلك وسيلة ادراك، وعينك وسيلة ادراك، واذنك وسيلة ادراك، ولكن هل عينك ترى كل ما يمكن ان يرى ولا لها قوانين وحدود؟ ان بعدت ما نشوفش لحد منتهى الافق ونقفل، وكل واحد بيختلف افقه باختلاف نظره، واحد افقه يبقى قريب، ولذلك يقول لك ده ضيق الافق، يعني ملوش نظر ايه؟ واسع بعيد. اذا كل واحد على حسب ايه؟ ده 6 على 6 وده مش عارف 6 على 36 وده الله. طب اذا كان العقل اذا كان العين وهي وسيله ادراك المرائي لها حدود، والاذن برضه لها حدود، اذا فكل وسيله ادراك لها حدود محكومه بقوانين. العقل برضه له ايه؟ حدود. حاجة تفهمها وحاجة ايه ما تفهمهاش. فاللي ما يتفهموشي النبي قال فيه ايه؟ قال ما عرفتم من محكمه فاعملوا به، وما عرفتم من متشابهه فآمنوا به. يبقى اذا علشان لله يفضل سر كده، بالله لو ان القرآن
اعطى كل اسراره في اول قرن نزل فيه، كيف يستقبل القرون الاخرى بدون سر جديد؟ يبقى لازم كل يوم يطلع سر جديد. كل العقل ما يكبر ياخد حاجة، كل العقل ما يكبر ياخد حاجة، كل العقل ما يكبر ياخد بين فيه كل شيء، ومنه اخذ القدر ذهنه كل تالي. اذا في ايات الاحكام ما فيهاش كلام. ولذلك يقول لك ايه، والراسخون في العلم وما يعلم تأويله الا مين، يقول لك والراسخون في العلم يعلمون، لان بنعطف الراسخون في العلم على مين؟ ده عن ما هو في واحد يقف يقول ايه، وما يعلم تأويله الا الله، ويقف خلاص. طيب وما قالش الناس بقى، قال الراسخين في العلم يقولون امنا به. طب واحد يعطف انت بتقف، واحد قال لك لا، وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم اي يعلمونه. طب بيقول له عال انا موافقك على القراءة دي، والراسخون في العلم يعلمونه، ما نهاية ما يعلمون؟ نشوف كده، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. إذا منتهى الرسوخ في العلم أن تؤمن. إذا التقت الآيتين ولا لا؟ والتقت القراءتين، ولا شبهة ولا أي شيء، خلاص كده. يبقى إذا فيه إيه؟ متشابه. ألف لام را، تلك إشارة للي جاي ولا للي فات؟ لهم الاثنين يقول، اللي سبق من الكتاب واللي جاي من الكتاب. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. آيات جمع آية، واحنا سبق زمان ان قلنا الآية هي الشيء العجيب. دي آية في الحسن، دي آية في الجمال، دي آية في الفصاحة، يعني شيء ايه؟ عجيب او يلتفت اليه. وقلنا ان الآيات جمع آية، ويتطلق على معان متعددة، إما آيات كونية، ومن آياته الليل والنهار والشمس، ومن آياته أنك ترى الأرض إيه خاشعة، دي آيات كونية على الأول، هذه الآيات. طب وإيه في آيات إيه تانية؟ أم قال لك وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. تبقى الآيات يعني إيه؟ المعجزات اللي طلبوها، تبقى الآيات تطلق على المعجزة، يبقى أطلقت أولا على الإيه؟ الآية الكونية. وتجد بترتب الآيات الكونية علشان تستدل منها على الوجود الأعلى، والآيات المعجزة علشان تستدل بها على صدق البلاغ بالرسول. طب بلاغ بالرسول هيبلغ ايه؟ تبقى آيات قرآن. تبقى إذا الآيات كم حاجة، إما آيات كونية لتثبت الوجود الايه؟ الأعلى، وإما آيات معجزة لتثبت صدق الرسول المبلغ عن الوجود الأعلى. طب هيبلغ ايه؟ هيبلغ آيات قرآن. تبقى كلها ماشية ولا مش ماشية؟ تبقى كلها ماشية. تلك آيات الكتاب وقرآن. ايه هو الكتاب غير القرآن؟ أم قال لك شوف بقى، الكتاب يطلق على كل ما أنزله الله من الكتب على الرسل. صحف إبراهيم، زبور داود، توراة موسى، إنجيل عيسى، كل دي ايه؟ كتاب. ذلك يسموه اهل ايه؟ اهل كتاب، ينزل كتاب. لكن اذا اطلقت كلمة الكتاب كده لوحدها بالالف واللام لا تنصرف الا الى القرآن، زي ما تقول ده رجل وده رجل وده رجل، انما ده هو الرجل، يعني كأن ده بقى جامع ايه؟ كل صفات الرجل. وان اطلقت كلمة رجل ما تطلقش الله، يبقى هو ده الايه؟ الكتاب. ليه؟ قال له لانه نزل خاتم ومهيمن على الكتب الباقية على الأول. تبقى قال وبعد ذلك جاء بالوصف العام اللي هو لكل الكتب وقرآن، يبقى عطف خاص على ايه؟ على عام. عطف خاص على عام، تبقى الكتاب هو القرآن. ودل بهذا على انه سيكتب كتاب، كان مكتوبا في اللوح المحفوظ وبرضه هتكتبوه. طب ما كل بتاع كتبه، قال لك كتبت بعدين، ما كتبتش في التلقي ساعة ما نزل من الرسول. القرآن مزته بقى دي كما دونش اللي بعد كذا قرن، انما دي ساعة ما كان الرسول يجي يروح ويسمى قرآن، دليل على انه مكتوب في السطور ومقروء من الصدور. يبقى القرآن
أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، بدليل أن لما جم في آيات الجمع الذي أراد أن يجمع القرآن من الصدور ومن الصحف ومن اللقاف ومش عارف إيه، فقال ما سجلهاش، لأن المبدأ بتاع أن أنا أعمل إيه لازم اثنين الكتابة واثنين شهود، فلم يجدها إلا عند خزيمة. الله هنثبتها وهي مش موجودة إلا عند خزيمة، هنخالف القاعدة. فذكره واحد أو تذكر هو أن رسول الله أعطى لخزيمة نشاء، وقال من شهد له خزيمة فحسبه. دي خزيمة عندي نصاب شهادة. طب وده ليه؟ قال لك لأنه استعمل عقله وأمين. إزاي؟ أم قال لك لما اليهودي أو الرجل اللي كان داين النبي جي قال له أنت ما سددتش الدين، رسول الله قال له أنا سددته، خدت من النبي دين. يعلموا بقى، شوف كان النبي لما يستدين ما يستدينش من مسلم حتى، يستدين من يهودي عشان المسلم يمكن يستحي أن يذكره، إنما اليهودي حي قنوا نفس. فلما جي اليهودي أنكر، خزيمة ما كانش موجود، قام التفت لأقول خزيمة داخل، ايه الحكاية؟ قالوا ده الرجل بيقول ان النبي بيقول ان انا اديته، وهو بيقول لا، قال لنا انا شفته هو بيديه. فالرجل انكبس، قال يمكن صحيح كان واقف بقى مسكت ومتعت المسألة. قام النبي قال له اسمع، انت ما كنتش موجود وانا بديله الفلوس، فكيف ازاي شهدت؟ قال له يا رسول الله اصدقك في خبر السماء واكذبك في كذا درهم؟ قال أما ده إنسان صحيح يصح مأمون. قال من شهد له خزيمة فحسبه. وكأن مسألة اليهودي ومسألة الدين ومسألة جاية علشان إيه؟ عشان هي دي. يبقى كتاب أي مكتوب في السطور، وقرآن أي مأخوذ من الصدور، يبقى في حاجتين إيه؟ اتنين. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، مبين في ذاته لا كمان مبين لغيره؟ قال له دي ودي، او مبين يعني محيط بكل شيء. قال له ايوه محيط بكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من ايه؟ من شيء. حتى الشيء اللي ما ذكرناهش بالتفصيل اعطينا لكم الحكم الذي ياتي فيه بالتفصيل. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هات لي اي حاجه قول لي المتر المسلح ياخد كم متر، كم طن حديد، وكم شكارة رم، وكم شكارة أسمنت، وكم كأس صفيحة مي. أقول لك أنا ما أعرفش ولا أعرف الحكاية دي، أو ما ندم أول. أقول له تعالى يا أخي والحكاية دي. قال له لا أنا سألتك أنت وأنت بتقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، قول لي. قل له لا هو قايل لي برضه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى منها ولا من القرآن برضه؟ من القرآن. خلاص انتهت المسألة. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما، انتوا تسمعوا كلمة رب عجلة تهب ريسة، مش كده يعني؟ كلمة رب، رب دي بتنشأ للتقليل والشيء النادر، يعني ربما يحصل كذا، يعني ما انتش متأكد، مش كده؟ ربما ايه يحصل كذا. ايه يعني معنى ربما يحصل؟ قال لك رب دي يعني بتدخل على المفرد، رب أخ لك لم تلده أمك. رب أخ لك، تديك من الأخوة، من الحنان، من العطف، من المعونة، من كذا، أكثر مما يعطيك الإيه. تبقى رب الأصل فيها أنها تدخل على مين؟ على المفرد، وبيسموها للتقليل. وناس يقول لك لا ده تأتي للتكسير. قال لك وما الذي يحدد أنها للتقليل؟ ودي قد الرجل. قال لك متعلقها فيما بعد، لما تقول قد ينجح الكسوف، ربما ينجح الكسوف، تبقى دي لي ايه؟ دي للتقليل. انما ربما ينجح الزكي، يبقى كتير ما ينجح. الله، تبقى قال لك استعمل الشيء في الشيء وهي نقيضه. ليه؟ ايقاظا للعقل ليتنبه من القرائن في الحكم، ايقاظ للعقل عشان يتنبه من ايه؟ للقرائن في الايه؟ في الحكم. هنا رب مش رب بس، جت بعدها ما. طب ما دام هي رب بتدخل على المفرد، ما جت هنا
وبعدها فعل. قال لك ما تعمل ما مصدرية، يعجبني ما تفعل. مثلا يعني ايه يعجبني ما تفعل؟ يعني فعلك. يبقى اذا ما والفعل اللي يتأوله في ايه؟ هات بقى شيل ما ويود، تبقى ايه؟ رب ود من الذين كفروا ان يسلموا، وتنتهي المسألة ولا لا؟ واياك ان تقول ما زايدة، احسن عيب قوي انك تقول حركة القرآن زائد. زائد يعني ملوش لازم، يعني كان الكلام يصح بدينه، الكلام ده تقوله في كلامك، انما كلام ربنا ما تقولوش ابدا. ربما يود الذين، يود يعني يحب ويميل ويتمنى، كل شيء تميل اليه وتتمناه يبقى بتطلبه طلب. وهم قالوا في اللغة ان الطلب معناها انك انت تطلب من مخاطب حاجة، بس لما تطلب انت حاجة تقول الحاجة دي ممكن تتحقق ولا ما تتحققش، فان كان ما تتحققش يبقى انت بتعلن انك تحبها بس هي ما تجيش، يبقى اسمه تمني. يبقى اسمه ايه؟ التمني. تطلب شيء ما ايه محبوب بس ما يحصلش، زي ايه؟ ليت الشباب يعود يوما. انت تحب ان الشباب يجي، انما هل ده يحصل؟ ما يحصلش. ليت الكواكب تدنو لي فانظمها عقود مدح، فما ارضى لكم كلمي. قال لا، طب انت اذا انت انت تمنيتها بس اعلنت انك تحبها، انما هي تقع ولا ما تقعش؟ فان كان من الممكن تقع يبقى رجاء بقى، لعل فلانا يقبل، لعل فلان يجيني، لعل ازور فلان، لعل كاتب اسمها ايه. يبقى الاول تمني ده ما يحصلش، محبوب لا يحصل، الرجاء محبوب يحصل. طيب هل وبعدين؟ ام قال لك وبعدين قد تطلب شيئا اخر. الله ازاي يعني؟ ام قال لك انت مثلا اذا قلت من عندك، هل انت تطلب من عنده ولا عايز تتصور اللي عنده بس واللي عنده قاعد زي ما هو؟ أم قال لك لا، أنا عايز أتصور مين اللي عنده بس في ذهني واللي قاعد مفرحه قاعد مانيش عايزه. أم قال لك تبقى أنت مش طلبت الحقيقة، أنت طلبت الصورة الذهنية، عايز تشوف الصورة الذهنية للي، يبقى ده استفهام، يبقى ده اسمه إيه؟ يبقى إن طلبت عزيزا لا ينال فهو تمني، إن طلبته ويمكن أن ينال فهو إيه؟ ترجي. إن طلبت صورته لا حقيقته فهو استفهام. خلاص؟ طب أنا طلبت حقيقته. قال له علشان تصنع ولا ما تصنعش؟ قال لا ما تصنعش، لا تفعل كذا، طلبت قال لا تفعل، يبقى ما انتش عايز الفعل، يبقى ده نهي. طب افعل، ابقى طلبت حصول، ويبقى ايه؟ يبقى ادي انواع الايه؟ الطلب. التمني بقى هو ده الطلب المحبوب اللي ما يمكنش ان ايه؟ ان يلان. يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يتمنوا، انما هل دي تتأتى؟ نقول له عاد نشوفهم حيودوا امتى. طب ايه اشمعنى اللي كفروا حيتمنوا انهم يكونوا مسلمين؟ لازم تحدث اشياء تنزع منهم العناد علشان ياخدوا المسائل بالمقاييس الحقيقية، مش وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، وعلشان تنزع منه العناد لازم توقفوا امام امر واقع. لما جم في بدر وانتصر المسلمين، قاموا الكفار قالوا يا ليتنا كنا مسلمين وخدنا الغنائم دي وهيصنا، هذه ده في الدنيا. طب هناك في القرآن خليها للموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إيه؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هو ده هو ده وقت رجعت، بل ولو ردوا لعادوا لما إيه؟ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند إيه؟ أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ولو ترى إذ وقفوا على النار يعملوا إيه؟ يقولوا ربنا إيه؟ رجعنا علشان نبقى مؤمنين ومع المسلمين. أهدي قال ربما سيأتي وقت يتمنى فيه الكفار أن يكونوا مسلمين. متى يكون هذا الوقت؟ إذا عاينوا شيئا ينزع منهم جحودهم وعنادهم،
ويقول لهم الحياة اللي انتوا كنتوا متمسكين بها دي فانية، بس انتوا هتطلبوا في وقت غير تكليف، ومدام هتطلبوا في غير وقت تكليف يبقى يكفي انكم تحسرتم على انكم لم تكونوا مسلمين، ويكفي المسلمين شرفا انكم تحسرتم على شيء نالوه في دار الايه، في دار التكليف. هناك بيقول له في الاخره العصاة الذين لم يتوبوا او لم يغفر الله لهم معاصيهم يدخلوا شويه النار علشان ياخدوا ايه على قد ما عملوا. يقوم الكفار يبصوا لهم كده يقولوا ما اغنت عنكم كلمه لا اله الا الله شيئا فانتم معنا في النار. يسموهم الجهنميين اللي دخلوا جهنم. فيطلع الله على ذلك فيغار على من قال لا اله الا الله، فيقول اخرجوهم وطهروهم وعودوا بهم الى الجنه. فحينئذ يقول الكافرون الذين قالوا ليتنا كنا مسلمين وعملنا الحكاية وطلعنا من المسجد. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم. الله الله يعطي رسوله النهاية ان الكل حيؤمن به ويؤمن به، بس واحد هيؤمن حق في دار التكليف وواحد هيؤمن في غير دار التكليف، فدي محسوباله ودي مش ايه مش محسوباله. فعلى هذا يبقى ذرهم ينتظروا ايه، ينتظروا ذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي ايه مرة يوعدون ومرة يومهم الذي فيه ايه يصعقون. ايه فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه ايه يصعقون. ذرهم ذرهم يعني ايه دعهم اتركهم وشأنهم. ولذلك ذرهم مرة ومرة يقول ذرني، هناك يقول ذرني والمكذبين. انت ذرهم يخوضوا يلعبوا وبعدين سيبنا لهم ايه ذرني والمكذبين اولي النعمة. يبقى مرة يقول اتركهم انت واتركهم مش خال لا ليه انا ليه، أما قال لك لأنهم هيقعدوا يتعبوك وأنا لهم بالإيه بالمرصاد. تبقى ذرهم يعني دعهم، وذرهم دي من الكلمات التي قال علماء اللغة فيها أن الذي استعمل منها الأمر والمضارع، الأمر ويذرك وآلهتك مش كده، وذرهم أدي فعل أمر ويذرك فعل إيه مضارع، ما جاش وزر يعني ترك ما جاتش، إلا في رواية مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها دعوا ذروا اليمن ما وزركم. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.